ملف التشيع والشيعة. نتحدث اليوم عن التشيع الجعفري. ما هو التشيع الجعفري ومن هم الشيعة الجعفرية؟ أدت نظرية التشيع الديني التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة، وقلنا أن هذا النوع من التشيع ولد في القرن الثاني الهجري، وهو يختلف عن التشيع السياسي. التشيع السياسي كان يعتقد بالولاء والحب والتبعية والمشايعة لأئمة أهل البيت، لم يكن يعتقد أكثر من ذلك، كما كان مثلا مواطني الدولة الإسلامية في زمن الإمام علي عليه السلام، كلهم يعتقدون بالتبعية له والولاء والحب والخضوع له، ولم يكن يعتقدون أكثر من ذلك، ما عدا شخص أو أشخاص معدودين كانوا مثلا يغالون فيه. وقلنا أن التشيع مر بمراحل عديدة، وفي القرن الثاني الهجري في زمن الإمام محمد الباقر هو كان يقول ذلك، أم نسب إليه هذا الكلام، الله أعلم، لا نملك دليلا قاطعا على أن الإمام محمد الباقر هو الذي أسس هذا المذهب، إنما هناك في الكافي مثلا وفي مصادر الشيعة الإمامية والإثنى عشرية أحاديث كثيرة تنسب إلى الإمام الباقر والصادق، وهي كتبت بعد 200 سنة، ولا نستطيع أن نتأكد منها تماما مهما طبقنا علم الرجال، يعني نخلنا الأحاديث ودققنا بالرواة وكذا، فكانت روايات متناقضة جدا. هناك نفي من الإمام الباقر والصادق لنظرية الإمامة والتشيع الديني، وهناك إثبات وروايات تثبت ذلك، تحتاج إلى يعني تعمق كثير حتى ربما يكاد يعني يقف الإنسان على حقيقة معينة، وهذا شيء من الصعب جدا أن واحد يجي بعد مئات السنين، بعد أكثر من 1000 سنة، وينقد في الروايات ويتأكد من الحقائق، لأن الروايات التي تأتي مثلا من الأئمة بالذات من الإمام الباقر والصادق تأتي تحت ستار التقية. ستار التقية رجال كانوا يروون أحاديث عن الإمام الباقر والصادق، وعندما يسألون الأئمة بالذات الإمام الصادق كان ينفي هذه الأحاديث ويرفضها، ولكن هؤلاء يقولون الإمام ينفي تقية أو تقية، وهو بالحقيقة كان يتبنى هذه الأشياء.